انا هاجي هنا واروح عامله كده اوكي، واحتاج بعد كده سكينه بروح مطلعه الجزء دوت من جوه وبروح قطمه جزء واخلي ده معاها، ونفس الكلام للبني بروح عامله كده واخلي ده معاه. باجي بقى هنا انا عايزه احشي الفانيليا، ممكن احشيها ايا كان نوع الحشوه معايا، تشوكليت سبريد تشوكليت ابيض او حشوات بقى مربات صوصات ايا كان اللي انا حباه على حسب الفليفر اللي انا بحبه او الطفل بيحبه. فانا هحشي هنا عشان ده معايا طبعا كريمه ويناسب الابيض، بس طبعا نحشي بحاجه صغيره بس هي الاسباتشيلا كبيرة عليها. فانا هحشي كده بالابيض واجي هنا واروح قافلة كأنها رجعت الكب كيك عادي بتاعتنا تمام عادي. هاجي هنا للشوكليت برضو معايا بقى سبريد صوص برضو ايا كان اللي انا حباه، واجي احشي وانزل تبقى بنفس المنطق، وممكن برضو يتحشي معاها كذا حشوه مش حشوه واحده، وابتدي اقفل. اجي هنا انا عندي بيبقى كذا نوع بقى تزويق من فوق، سواء بقى كريمه او تشوكلت جناش او ان انا هحط عجينه سكر تمام. فانا معايا كذا شكل عجينه السكر الاشكال ديت، دي حاجات انا عملتها بقطعات ومجهزاها الاول ومتلونه يدوي، ده متلونه في فرش اوكي. فباجي في ناس بتحب دايركت انها تاخد عجينه السكر بعد ما اتقطعت تتحط دايركت كده من غير اي حاجه على الكيك تمام. في ناس تانية بتحب انها تزود الماتيريال، انا هنا حاطه جناش شوكليت تمام معموله هو ناشف بس هو نشف من الجو عشان الشوكليت بس كان في التلاجة ونشف. ممكن نحط الصوص السبراي ده لو الشوكليت تمام، او الجناش بس لما بيقعد عشان الشوكليت بتنشف فبيبقى الموضوع صعب شويتين. ده حلو قوي، فممكن نحط دوت تحت عجينة السكر بيديلها طعم زيادة، بس في ناس ما بتفضلش دوت علشان السكريات عشان الهايبره بتاعت الاطفال. فدوت سي مثلا حاجه الابيض ممكن نعمل، ببقى مجهزه عندي حاجه كريمه بكذا لون، ببتدي بقى على حسب انا حابه اعمل ايه. انا ممكن ابتدي اعمل ورده من النص كده هنا ومع الالوان، وابتدي الف كده، ممكن اجي اروح رش عليها مثلا سبرينكلز الوان تضاهي معاها، ومثلا احط مثلا ايه شيك. احنا ممكن نخلي اطفالنا يقعدوا يعملوا هم الحاجات دي، هيتبسطوا جدا هيتبسطوا جدا وهيحبوا طبعا يعني شكلها جميل قوي، الالوان مبهجه ليهم وحلو. طبعا مش هقعد احشي دلوقتي كل واحده، بس احنا ممكن برضو نعمل حاجه تانية. باخد مثلا بالسباتيولا كده، لو انا ما عنديش بقى قماع ولا الكلام دوت ولا اي حاجه، ببتدي اخد كده حاجه دائريه عادي وهتبقى سهله علينا جدا في البيت، عادي جدا بالكريمه زي الايس كريم كده عارفه، عاديه جدا. يا بسيبها كده يا برش شويه سبرينكلز، يا اما ممكن اجي على سبرينكل صغير زي دوت وابتدي ان انا اعمل كده جوه السبرينكلز نفسها، فهتبتدي تتكور وتديني شكل وابتدي انا اشكلها جوه السبرينكلز بس كده، مش محتاجه اي. ممكن ابتدي فوقيها احط بقى مثلا سي لو انا عندي ورود، في ورود بتبقى موجوده جاهزه سبرينكلز او بتتعمل، فممكن احط حاجه زي كده عليها هتديني حاجه لطيفه. ولو في بقى بنات هتحب هي تزود الحاجات دي طيب احنا باقي معانا وقت قد ايه؟ طب يلا احنا كده كده مجهزين بقى اوكي، حابه جاهزين تمام ممكن نطلعهم.
اوكي ده الجاهز اهو. هاتيهم هنا بقى يعني. هاتيهم هنا. اه ممكن نشيل طبق ده كده. اوكي ايوه بس كده. ممكن تجيب لنا كمان الحبه اللي انت عملتيهم الساده عشان بس يشوفوا الناس يشوفوا ده قبل الساده. أوه بس أوه. اوكي سوري. واللي انت واللي انت عملتيه يعني. ادي ده الساده وده اللي احنا لسه عاملينه. الموضوع الموضوع بسيط. الواحد بيشوف الحاجات دي بره الموضوع صعب قوي يا جماعه بس الموضوع طلع سهل جدا.